يقول يا نويا السلام فيهم أبقى يا سلام. طبعا خفيف عجيب يا أخي. يحلي يا أحمد المصطفى يحليله. ها؟ والله يحليله. مثلا؟ والله يحليله. أيوة. وين الفنانين المفضل؟ أها. كسلول. مثلا؟ كروم طيب. أيوة. أي. كان صاحبي كروم. واش هذوي؟ قال لي تظل مضرب ومقرب الغر. ها؟ هو معه وردي. قال لي ممتاز أنا. الاثنين اش هذوما؟ قال لي هذا حلو. أها. قال لي أنا ذاتي كنت فنان كبير يا أخي. الحنسين الحفلات وكاي. كان الناس عجيبة أقول لهم ما داير. لما يبكوا باب ارتدم في الواسطة. منك انت؟ من حبه لك. ها؟ وين انت غنيت وين؟ كيف؟ ما غنيت في ها؟ حاجتهم؟ ها؟ ده كلامك جد؟ ها؟ عليه الطلاق انت كذاب. عليه الطلاق كذاب والله انا من اسئله حيلي مات من كذبك ده. انت انا اذكرك. سنة 1932 15 هو 32 انت كنت في السجن. لا لا ما انا والله كذاب. والله انت لا انا مشيت السجن احكي لك قصتك. انت ما قاعد عارف هالكذاب. مشيت حليت غنيت فيه حله ورا. عريس فاطمه بنت ميمونه. ماتت. ما الله يرحمها. لكن في عريسه. وقفت الطره وقفت وتغني. غنيت الناس والله فلقوك بالحجار. انا فلقوني؟ وغنوك حق الحفله على الكذاب. اقول لك كلام؟ أه. انا ذاتي غلطان. ايوه. انا بقعد معاك. انا يلا انا ذاتي ماشي حاجي ما بقعد معاك ذاتي يلا. ما في شيء. هاي. انت مش عارف فين؟ هاي. دوما بيتكم؟ هاي دوما ديما لو لابسين. ها. انت تمشي حالك. اطلع برا. قول والله. يلا 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 من بيتنا. طردتني؟ هاي طردتك. بس أقول انا حاجة دخلت السجن أه؟ هطلع برا من بيتنا انا مالك لكن كلمة واحدة كذابة عليك يا معفن امشي يا اخي امشي امشي بعد وانا ظل مطرب يا اخي يقول لي دخلت السجن فانا ظل مطرب والله يغني كيتن علي يعني يغني شوية من فريق الباب بس